اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مره اخرى. واجواء احتفاليه هنا لا زالت مستمره مشاهدينا، وما زالت تحتفل هدايا الطوائف من مختلف مدن المملكه، الان مع الطائفه الفلاليه من مدينه فاس وتاليها الطائفه من مدينه سلا، وكما تابعتم معنا قبل قليل الطائفه التركيه، والان ما زالت اجواء مستمره. خليكم معنا استمتعوا معنا بهذه الاجواء. Thank you.
مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي كما كتشاهدوا معنا الأجواء واحتفالات مستمرة هنا وحضور مكثف لعدد من الزوار وحجاج موسم ولاد إدريس الأكبر.